اهلا بحضراتكم، عاملين ايه؟ اظن انا زي اي بني ادم مصري في الدنيا، مش بس كراجل بيشتغل صحفي تلفزيوني، من حقي ان انا ابقى سعيد، ابقى فخور، ابقى فرحان الى اخره. طيب سعيد فخور فرحان ليه؟ مش بس علشان ان احنا قدرنا نوصل لهدف مهم جدا كنا بنشتغل عليه من اللحظه الاولى، من يوم 7 اكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظه، هو وجود هدنه انسانيه. وصلنا في النهايه لهدنه الاربع ايام، وصلنا الى اتفاق لتبادل الاسرى والمحتجزين. لكن ابقى فخور الحقيقه بحاجتين مهمين جدا. فخور اولا بانه صوت مصر مش بس صوت مسموع، بل هو الصوت الاعلى والاكثر تاثيرا في العالم كله دون اي منازع. تيجي تقولي ما ببالغش قوي كده، اقول لك لا، دي ما فيهاش اي مبالغه على الاطلاق، لان انا ممكن اسال اي حد في العالم السؤال ده، اقول له قول لي الدوله الوحيده اللي كانت من اللحظه الاولى مصممة على مجموعة من اللاءات ولم تتحرك أو تتزحزح عن موقفها على الإطلاق، بل قدرت أنها تغير مواقف تقريبا قرب حالها تقريبا، طبعا اللي هو الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، بل وبعض الدول أيضا غير عضوة في الاتحاد، قدرت أنها تغير موقف ورأي موجود في عاصمة القرار العالمي، إن أردت أنك تسميها كده، واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية. ما حد عرف يعمل كده في تاريخ هذه القضية على الإطلاق، ما حدش عرف. طيب ناخد الأمور واحدة واحدة. مصر في اللحظة الأولى قالت الآتي: لا للتهجير القسري على الإطلاق للفلسطينيين. أدي واحد. اتنين، لا لتصفية القضية، يعني هو لا لتهجير الفلسطينيين لا إلى مصر ولا لأي دولة أخرى، المشروع بالكامل مرفوض. يبقى ده الموقف المصري أولا. اتنين، إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالينا في فلسطين وبشكل مستدام. طيب تلاتة، ضرورة وجود أو عمل هدنة إنسانية بأي شكل من الأشكال. أنا ممكن أخدك في إنه بقى أربعة، وهو موقف مصر شديد الوضوح بمقاربة تكاد تكون فيها كثير من التفاصيل، كمان مش بعض التفاصيل، وهو المتعلق بحل القضية عن طريق حل الدولتين. ارجع عشان بس البتاعة دي كانت فيها ايه بعض الديستورشن، بس احنا في التمام يعني، انا غالبا حطيتها غلط بس كويس، المهم هنسمح يعني. مهم، فاذا ده الموقف المصري. السؤال بقى، هل كان الموقف ده موجود عند أي دولة أخرى في العالم زي ما هو كده؟ يعني هتلاقي بعض الدول تقول إيه يا جماعة، احنا رافضين التهجير القسري بس ما بيتكلمش قوي على موضوع المساعدات، أو دولة تقول احنا لازم ندخل مساعدات بس ما بتتكلمش على حل الدولتين، أو دولة تقول عايزين إن شاء الله ربنا يسهل إذا، خد بال، إذا انتهت الحرب، لأنه ما كانش حد واثق أن الحرب تنتهي، إذا انتهت الحرب فنبقى عايزين نشوف بقى كده يا ترى هو في إمكانية لحل الدولتين ولا ما فيش، بس ما بيتكلمش مثلا على أنه ما فيش تهجير قسري، أو ما فيش أنه يتعمل سياسة ترانسفير إلى جمهورية مصر العربية أو المملكة الأردنية الهاشمية، ده على سبيل المثال. فلن تجد دولة في العالم ده كان الباكج دي زي ما هي كده، هذه المجموعة، هذا الطرح اللي هو مش بس متوازن، الطرح المتكامل، ما كانش موجود عند أي دولة في العالم ولا دولة. مصر شالت هذا الطرح على كتفها وبدأت تشتغل. فهتلاقي إنه الموقف العالمي من يوم 7 أكتوبر قاعد عمال الأول لا 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 لا، حماس مين؟ حماس يجب القضاء، ده الموقف العالمي، يجب القضاء على حماس، يجب القضاء على المقاومة الفلسطينية. الحماس قال المساعدات قال، مساعدات لمين وعشان ايه وانهي حل دولتين؟ لا لا لا، هجروهم
ودوهم مصر، ودوهم الأردن، ابعتوهم كندا، وزعوهم في العالم. دي الأطروحات اللي كانت بتتقال من يوم 7 أكتوبر، وممكن تعد معاها يجي 10 أيام، 11 يوم كمان لحد يوم 18 أكتوبر. 11 يوم مصر، الرئيس، أجهزة، مؤسسات. بالمناسبة يعني هو يعني هنشكر نفسنا، هنقول إيه؟ طيب الإعلام المصري، الصحافة المصرية بكل ألوانها وأشكالها وأنواعها وروافدها كلها دون استثناء، شالوا هذا الطرح على عاتقهم على ظهورهم ولفوا بالدنيا. فالإعلام بيلف الدنيا عن طريق الساتلايت. الرئيس بدأت تجيله بقى هنا المكالمات، الزيارات، لقاءات مشتركة، مباحثات. عايز أفكركم، وده مهم جدا، بلقائين أنا أشوفهم كانوا مهمين لأنهم كانوا كاشفين جدا. اللقاء والحديث الذي والمناقشة التي دارت ما بين الرئيس وما بين أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، واللي كانت معروضة بكل تفاصيلها بصوت الرئيس وبصوت بلينكن، ودي كانت مهمة جدا لأنه كان فيها الطرح المتكامل بنفس ذات الشكل اللي أنا بقول لك عليه النهاردة. شوف ده اتقال إمتى بقى. طيب ونفس الوقت عندما تحدث الرئيس أيضا في لقائه مع أولف شولتز المستشار الألماني، حط بقى جوه ده أنه مصر هي البلد، مش هقول لك الوحيد لكنه هو البلد الذي تلقى الاتصالات الأطول والأكثر كثافة مثلا من الأمريكان، يعني تحديدا من جو بايدن. فجو بايدن ما كلمش زعيم أو رئيس أو قائد في المنطقة كلها بقدر ما كان بيكلم فخامة رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى أنه لم يحدث إلى أنه عاصمة في المنطقة بالكامل تلقت هذا العدد من الزيارات والمكالمات والمقابلات والمناقشات والمباحثات بقدر القاهرة. خبراء السياسة عموما يقدروا يوصفوا ده بأنه أولا دي قوة التاريخ، قوة الجيوسياسة، الجغرافيا السياسية، قوة ونشاط وفاعلية الدولة المصرية، الرئيس، مؤسسات، أجهزة إلى آخره. وصلت في النهاية خالص إلى أنه كل المقاربة المصرية أصبحت هي الواقع الحالي الملموس. المقاربة المصرية هي أنه واشنطن بقى بتتكلم على حل الدولتين، أسبانيا بتتكلم على حل الدولتين، بلجيكا تتكلم على حل دولتين، برتغال تتكلم على حل دولتين، فرنسا تتكلم على حل دولتين، العالم بقى بيتكلم على حل الدولتين، مع أنه العالم كان ناقص يعلن رسمي كده ولا دولتين ولا دياول، هو ما فيش في الدنيا حاجة في المنطقة دي غير هي إسرائيل، وبعد كده كل سنة وانتم طيبين. يعني كان ناقص يقولها لنا كده في وشنا، كان ناقص يقولوها لنا كده في وشنا. فإنك تصل إلى أنك أنت الدولة اللي حطت حل الدولتين مرة تانية على أجندة كل زعماء العالم وعواصم قراره، تصل إلى أنك أنت الدولة اللي أصرت على إنفاذ المساعدات، طبعا ما بين قوسين وأنت اللي دخلت 85-87% مساعدات بفلوسك أنت المصريين يعني، تصل إلى أنه أنت الدولة اللي اشتغلت على الهدنة وضغطت حتى الوصول إليها، وأنت الدولة ده وصول مساعدات جانب من المساعدات النهاردة، وأنت الدولة اللي عملت اتفاق من الآخر عشان بس نبقى متفقين، يعني الدولة اللي اشتغلت على اتفاق تبادل الأسرى من الجانبين هي مصر، بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية مما لا شك فيه، بمعاونة دولة قطر الشقيقة مما لا شك فيه، بس أنا بقولك تاني أهو، الدولة اللي عملت الاتفاق مصر، اللي صاغت واشتغلت وبمعاونة قطر شقيقتنا، بمعاونة الولايات المتحدة الأمريكية شريكتنا، دي مش شقيقتنا، شريكتنا. الأساس هنا مكان ما أنا واقف، أكيد مش التلفزيون، القاهرة عاصمة القرار العربي لا ريب. التاريخ زي ما كنت بقولك، السياسة، الجغرافيا، الإرث، الخبرة، القدرة،
الجيش، خبرات المؤسسات المعنية، مصر. طيب في زيارة مشتركة زي ما حضرتك عارف لرئيس وزراء أسبانيا وبلجيكا للقاهرة، ثم تطورت الزيارة فكانت أيضا لمعبر رفح، وبدأنا نسمع جمل وتصريحات ومصطلحات لم نكن نتوقع أن نسمعها من زعماء ورؤساء حكومات في أوروبا. معنا على التليفون سيادة السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا أستاذ يوسف. يمكن بالتحديد بتكلم على زيارة رئيس وزراء بلجيكا والرئيس الوزراء الأسباني ما بين القاهرة وما بين رفح، واستخدام لغة لم نكن نعهدها على الأوروبيين من قبل. طبعا أهمية الزيارة يا أستاذ يوسف أن الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي وهي دولة أسبانيا رئيس وزرائها بيزور مصر، والرئيس القادم للاتحاد الأوروبي وهو رئيس وزراء بلجيكا كان أيضا في زيارة لمصر. مصر بموقعها ومسؤوليتها الإقليمية زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة باتت محطا لاستقبال قادة وزعماء العالم، إدراكا منهم أن مصر تبحث بالفعل عن أمن واستقرار المنطقة وعن صالح الشعب الفلسطيني وعن الخروج من هذه المأساة الإنسانية بالشكل الذي لا يعيد هذا المشهد للتكرار، من خلال البحث عن أولا إدخال مساعدات مستدامة ووقف مستدام لإطلاق النار انتقالا من هذه الهدنة التي ساهمت فيها مصر وشركتها قطر والولايات المتحدة شركاء هذا التفاوض، ولكن بكل تأكيد أن مصر القادرة على أن تحفظ الحق الفلسطيني. واقترح السيد الرئيس في جلسات مباحثاته وفي المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء أسبانيا وبلجيكا رؤية للتقدم نحو دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 عاصمتها القدس الشرقية، في إطار الخروج عن نمط التفاوض التقليدي لإقامة مؤتمرات للسلام تخرج وبلا تحقيق لهدف حل الدولتين. عبر 30 عاما تم تجربة هذا المسار، وعلينا الآن أن نسعى كما ذكر السيد الرئيس لاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة يقود لمرحلة انتقالية تنشأ فيها الدولة الفلسطينية ويمكن أن تكون منزوعة السلاح وبها قوات دولية، أي أن السيد الرئيس يسعى للوصول لحل الدولتين من أقرب طريق وهو الاعتراف المباشر في الأمم المتحدة والانتقال لمرحلة يتم فيها تثبيت أوضاع أبنائنا في غزة والضفة الغربية على أرضهم تحت رعاية دولية لا تؤدي لعملية القتل العمدي اليومي المتواصل سواء في الضفة أو ما شاهدناه عبر 45 يوم من الجرائم الإنسانية التي ينبغي أن تحكم عليها دولة إسرائيل. طيب سعد سفير، حضرتك تشوف أنه هذه الهدنة قابلة للتمديد أو أنها قد تمتد إلى أجل أطول حتى من أن احنا نصفها بهدنة، وصولا إلى يعني الجلوس لبحث وخلق مشاورات سياسية قد تؤدي إلى طاولة مفاوضات حل الدولتين؟ سنحتاج لجهود جميع الأطراف، مصر بثقلها، الدول العربية ذات التأثير على المشهد، سنحتاج لأصدقاء إسرائيل أو المتواطئين مع إسرائيل للضغط عليها حتى يتم استدراج المشهد إلى مرحلة الديمومة والاستمرارية في وقف إطلاق نار مستدام. بكل تأكيد المشهد الحالي في ظل حكومة إسرائيلية المايندسيت طريقة تفكيرها العصبي الانتقامي الغير أخلاقي، لابد أن نسعى من خلال مجموعة دول أصدقاء إسرائيل للضغط عليها لإنزالها من غلواء موقفها إلى أرض الواقع، الواقع الذي يقول أنه لا يمكن تحقيق الهدفين التي اعتمدت عليهم إسرائيل وسعت لتحقيقهم عبر 45 يوم من القتل والإبادة الجماعية، جريمة مكتملة الأركان، ولم تحقق لا الهدف الأول بالقضاء على حماس وتفاوضت معها، ولم تحقق الهدف الثاني بالإفراج عن الأسرى،
وبالطرق العسكرية، ولكنه بالطرق التفاوضية نبدأ بالإفراج عن هذا العدد، ثم ننتقل لمد كما تسعى مصر حاليا لمد هذه الهدنة المؤقتة، ومنها لإفراج آخر ومد هدن، يمكن أن نخلق المساحة النفسية التي يتم بها تهدئة الأوضاع ودخول أطراف دولية من أجل البحث عن الإطار السياسي الذي سيتم فيه إقامة حل الدولتين بالشكل الذي تستطيع فيه دولة فلسطين أن تنشأ في المنطقة وتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وننتقل بالإقليم لمرحلة أخرى من التعاون والسلام. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. هستأذنكم هنروح لفاصل، مش هنبتعد كتير عن هذا الملف، ولكن بعد الفاصل استنونا. أهلا بحضراتكم. طيب زي ما كنت بقول لك، هو مهم جدا 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 ان احنا نبقى سعداء بتحرير عدد من الأسرى الفلسطينيين اللي كانوا أسرى ومعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، لكن ده لا يمنع على الإطلاق ان احنا هنفضل نطالب بالإفراج عن المزيد من أسرانا الموجودين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. ومهم عندنا ان احنا نعرف ايه اللي جوه، ايه اللي بيحصل، ده مهم جدا جدا جدا، زي ما بالظبط مهم جدا جدا ان احنا نعرف ايضا كواليس الافراج عن الاسيرات المحررات امبارح من سجون هذا الاحتلال. البغيض معانا على التليفون، السيده ولاء طنجة اسيره من اسرانا المحررات، اهلا بيكي، حمد لله على السلامه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ولا اولا نقول لك يعني حمد لله على السلامه، وان كنا نتمنى ان احنا نقول حمد لله على سلامه فلسطين كلها. الله يسلمك، قريبا جدا راح تحكي الحمد لله على سلامه فلسطين باكملها. امين امين. ولا مهم عندي اعرف انت قضيتي قد ايه في سجون الاحتلال؟ معلش ال 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 الخط مش قد كده، قعدتي قد ايه؟ ولاء سامعاني كويس؟ عليك سامعك. بقولك قعدتي قد ايه في سجون الاحتلال؟ عام ونصف. عام ونصف. كانت ايه التهمة؟ على اي اساس تم اسرك؟ ادعى الكيان الصهيوني اني انا نازله على عمليه اطلاق نار على احدى المعابر الاسرائيليه. يعني انت هددتي امن اسرائيل على بعضها. تهمه من الكيان الصهيوني. طبعا تهمه من الكيان الصهيوني، كيان محتل وكذاب. يعني في النهاية حتى إذا كنت يعني في النهاية بتقومي بأي فعل مقاوم فده حقك كمواطنة فلسطينية تعاني من احتلال، ده حقك في المقاومة. طبعا حق كل فلسطيني إنه يقاوم على المغتصب ككيان الصهيوني اغتصب فلسطين، مما لا شك فيه. قولي لي شكل السجون من الداخل، كانت طريقة المعاملة بتتم معاكم ازاي كمحتجزين وكأسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال؟ ده احكي لك من 7 اكتوبر على الانتهاكات اللي تعرضنا لها. تفضلي. تعرضنا للإهانة كتير قوية، تعرضنا للضرب، البساطير على أجسادنا، تعلم أجسادنا بساطيرهم، العصي. احنا كنا اسيرات عزل، ليس بيدنا اي حيله. رشونا بالغاز، قاموا بعزلنا، قاموا بسياسه التعطيش والتجويع لنا كاسيرات عزل. قاموا بالتفشيش بغضبهم باسيرات عزل. فعلى
بالتأكيد هذا انتهاك واضح يضاف إلى سجل الانتهاكات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك لكل المعاهدات الدولية المعروفة. لكن كيفما يفترض، ولا نتوقع من الاحتلال شيء أكثر رقيا من ذلك، يعني في النهاية هو احتلال همجي وغاصب ومتوحش. طيب عايز أعرف منك، إمتى عرفتي أن أنت هتبقي جزء من عملية تبادل؟ وأنا خلينا أكون صريحة معاك، ب7 أكتوبر لما سمعنا الخبر اللي أشرح صورنا وأن عشروحنا عرفنا أن إحنا أحرار. أنا حرة مش ب24/11، أنا حرة من 7 أكتوبر بس، ولكن ب24/11 إدارة السجون ما قامت بإخبارنا أن إحنا حنكون من ضمن صفقة التبادل. دخلت قوة قمع على 9 الصبح على القسم السجن اللي عندنا للبنات، ذكروا أسماءنا وكنت أنا من ضمن قائمة الأسماء. أعطاني بس 4 دقائق إني أكون جاهزة. طبعاً طلعت من غير حذاء، قاموا بخطفنا خطف وقاموا بضربنا وتهديدنا وشتمنا حتى قبيل التسليم. طبعاً تفتيش عاري كامل. أنا بسمعك يا ولاء، تكملي. وضعونا بالزنازين لمدة 7 ساعات، من الساعة 10 صباحا خرجنا من سجن الدامون الساعة 2، وصلنا عوفر تقريبا 3 من الساعة 7 المغرب، وإحنا بداخل الزنازين بالبرد القارس بالإرهاق النفسي والإرهاق الجسدي. تم تسليمنا لأهالينا الساعة 7:30 مساء. 7:30 مساء 24 صحيح. وكانت العقوبة يعني هل تم محاكمتك؟ هل تم يعني إصدار عقوبة تجاهك، عقوبة واضحة بعد محاكمة؟ أنا ب25/10 كان المفروض عندي محكمة، بس بسبب الحرب تم إلغاء المحاكم. المحاكم الإسرائيلية كانت طلبت لي حكم من 6 7 سنوات. 6 سنوات. هل كان مسموح لك انك توكلي محامي عنك؟ هل مسموح لهذا المحامي بإلقاء مرافعة؟ هل مسموح لك بانك تدافعي عن نفسك امام الهيئة القضائية؟ كان في محامي دائما بيرافع عني، محامية اسمها لي اكسامل، كانت تدافع عني اثناء المحاكمة. والان انت خلاص موجودة في البيت. أنا الآن حرة. أنت حرة بسبب ربنا وسبب المقاومة. ربنا يا رب يحرر البلد كلها. أنت من أنهي بلدة يا ولد؟ آمين. أنا من مخيم تل كرم، من فلسطين الضفة، مخيم تل كرم، من فلسطين المحتلة حاليا والمحررة غدا بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. أشكرك. الله. ما دام نفس الموجود احنا احرار باذن الله. طيب يمكن صحيح في سؤال مهم، هل احتفلتم بتحريركم؟ هل احتفلتم او سمح لكم باقامه احتفال ما، ولا انه سلطات الاحتلال ايضا تمنعكم من الاحتفال؟ هو ب 24 بلحظه الافجاع عني الشباك الاسرائيلي قام بتهديدنا باي احتفال نقوم فيه، بس الشعب الفلسطيني يهدد ولن يخضع لأوامر إسرائيل. أنا وصلت مخيم تل كرم ولقيت الشعب كامل بستنى بالأسيرة المحررة ولا. الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله يا رب نحتفل بتحرير فلسطين بالكامل. أشكرك جدا جدا بإذن جداً الله. بإذن الله ولاء قريبا. طنجة، أشكرك جدا ولاء طنجة، إحدى أسيرتنا الفلسطينيات المحررات من بعد عام ونصف داخل السجون والمعتقلات بتاعة الاحتلال الصهيوني. وخدت بالك إلى أنه في كل الأحوال كان المعتقلات يتعرضن لكافة أشكال العنف زي ما كانت بتتكلم ولا، بل انه العنف زاد اكتر كتير من يوم 7 اكتوبر مع عملية طوفان الاقصى، وكأن هذا الاحتلال ينتقم
من الأسرى العزل، ولا يفرق بقى في الحالة دي ما بين سيدات أو أطفال أو شيوخ أو رجال، وإنما انتقم من العزل داخل السجون. ولا قالت جملة مهمة جدا، قالت كانوا بيضربوا علينا جوه السجون قنابل الغاز المسيل للدموع. يعني انت بتتكلم على ضرب غازات مسيلة للدموع، من الوارد انها كانت داخل عنابر او زنازين الاحتجاز نفسها. يعني ربنا يستر، ربنا يستر ما يبقاش فيه انه في حالات ممكن تبقى وفيات بقى داخل اسرائيل ولا ايه داخل السجون. يعني دي نقطة. النقطة الثانية، لك ان تتخيل ان حتى الاجهزة الامنية الصهيونية امرتهم بالتهديد والوعيد بأنه لا مجال للاحتفال بأي حال من الأحوال. ولكن كالعادة الشعب الفلسطيني الحقيقة لا يأتمر بأمر الاحتلال، وأقاموا الاحتفال، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في 30 حيطة. مش دي القصة على الإطلاق. في اليوم الثاني للهدنة، واللي يمكن احنا شرفنا على نهاية هذا اليوم الثاني، فضل لنا تقريبا حوالي ساعة 23 دقيقة وينتهي اليوم الثاني للهدنة والإفراج عن الدفعة الثانية من أسرانا الفلسطينيين المحتجزين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. معنا على التليفون أستاذ سامر السنجلاوي، الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك يا أستاذ سامر. مساء الخير، أهلا بك وبكل المشاهدين في جمهورية مصر الحبيبة. مساء النور، الله يخليك، ربنا يخليك يا رب، أنت الحبيب يعني وكل الشعوب العربية حبايبنا. أستاذ سامر، مهم عندنا أن احنا نشوف كيف ترى هعتبرهم ال 48 ساعة الماضية منذ بداية الهدنة وعمليات لتبادل الأسرى من الجانبين، كيف ترى ال 48 ساعة؟ ثم هنتقل بك إلى سؤال آخر إذا أذنت لي. اولا كان انفراج كبير، مبدا قبول الهدنه المؤقته وصفقه التبادل كان انفراج كبير حقيقه، وانا اعتقد انه كان انتصارا للدبلوماسيه العربيه والوسطات العربيه التي تكللت بهذا المجهود. ولكن لوحظ ان ما تم يوم امس كان فيه اختراق إسرائيلي لكامل بنود الاتفاقية، الجانب الإسرائيلي منها. بما معنى لم تلتزم إسرائيل في البداية في البند الأول المتعلق بالمواصفات التي يجب أن تنطبق على 39 أسير طفل فلسطيني وأسيرة فلسطينية، حيث كان يفترض أن تطبق إسرائيل معايير معينة أهمها البدء في الأقدمية، أي كان يجب أن تطلق سراح أقدم الأسرى من المجموعة الكلية وهي النساء والأطفال، وهم مجموعة كبيرة من حوالي 300 أسير وأسيرة. فأطلقت الأسرى الذين كانوا يقضون فترات اعتقال بسيطة، وأيضا اقتربت مدة الإفراج عنهم. هذا البند الأول. البند الثاني الذي لم تلتزم به إسرائيل هو بند المساعدات الإسرائيلية، المساعدات الإنسانية التي كانت يجب أن تدخل عبر معبر رفح. كان هناك التزام بعدد محدد من الشاحنات، ولكن إسرائيل أيضا لم تلتزم بهذا العدد المحدد من الشاحنات، وهي بحدود 400 شاحن، مع أن الشاحنات كانت جاهزة على المعبر للدخول. الموضوع الثالث الذي لم تلتزم به إسرائيل كان في موضوع عدم إطلاق النار. إسرائيل أطلقت النار يوم أمس على بعض المواطنين الغزيين الذين حاولوا الوصول من المنطقة الجنوبية إلى بيوتهم في المنطقة الشمالية، وقد استشهد مواطنين فلسطينيين في عمليات الإطلاق هذه. إذن كان هناك مجموعة من الاختراقات. حاولت اليوم أيضا إسرائيل أن تكرر هذه الاختراقات للاتفاقية، ولكن لم تتجاوب المقاومة الفلسطينية، لم تتجاوب حماس مع الاستمرار بالاتفاقية. وقعت أزمة كبيرة حقيقة، نشهد لتدخل الدبلوماسية المصرية بجهود جبارة ميدانية كبيرة عميقة، وهنا بدأ الدور الكبير لجمهورية مصر العربية في ضمان وحفظ الالتزامات للأطراف.
كافة. ولولا هذا الثقل الدبلوماسي لتملصت إسرائيل وماطلت في استمرار تنفيذها للاتفاقية حسب الاتفاق عليه. إذا شهدنا في الساعات الأخيرة بالتحديد بالمساء اليوم دور مصري كبير، دور دبلوماسي غير عادي، طبعا يشهد للدبلوماسية الفلسطينية وهي الأقدم والأكثر خبرة في الموضوع الإسرائيلي، لأنها دبلوماسية ممتدة منذ عام 1973، وتراكمت الخبرة لدى الجانب المصري في كيف تدير تفاصيل التفاوض وإدارة الأزمات مع الجانب الإسرائيلي، واستخدمت كل هذه الحنكة والخبرة في تفاصيل دقيقة في توقيت صعب في ضغوط عديدة ومتعددة في أن تعيد هذه الاتفاقية إلى مسارها الطبيعي. أنا أتذكر حقيقة يمكن خارج على الموضوع، ولكن تبادر لذهني الآن عندما سأل كيسنجر وهو الوسيط الأمريكي في فترة مفاوضات كامب ديفيد، سأل رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينها بيجن، قال له أنا لم أتوقع أنك ستقطع هذا الشوط وتوقع هذه الاتفاقية، أنت أعدت سيناء بالكامل إلى المصريين، على ماذا كنت تراهن؟ قال له كنت أراهن على أخطاء المصريين ولكنهم فاجأوني. وحقيقة حتى هذا اليوم يتفاجأ العالم بالحضور الدبلوماسي اللبق الدقيق القوي للدبلوماسية المصرية في الأزمات الإقليمية وفي التحديد في الموضوع الفلسطيني. فاليوم أنا من مدينة القدس، مدينة القدس اليوم ستستقبل 5 من أسيراتنا الذين أمضوا جزء كبير من حياتهم في ظروف أسر صعبة جدا، ستتحرر أسيراتنا الفلسطينيات المقدسيات اليوم في هذه الساعات في الدقائق القريبة ربما بفضل هذا الدور المصري العظيم لشعب مصر وحكومة مصر ورئيس مصر. طيب خليني هنا هسأل يمكن سؤال التالي، يمر اليوم الثاني حتى هذه اللحظة يعني بشكل ممكن نصفه بأنه إلى حد ما سلس، توقعاتك لليومين اللي فاضلين يعني ما بين الأحد والاثنين، هل تتوقع أنه يمر بسلاسة ما أو يمر اليومين 48 ساعة القادمة أيضا في هدوء مما يدفع بتمديد الهدنة لأيام أطول؟ أنا أتوقع أننا قد نتعرض إلى المزيد من المطبات. أساس هذه المطبات أن إسرائيل قد أقدمت على هذه الخطوة أساسا مرغمة، وقد أقدمت على هذه الخطوة في تحت ضغط دبلوماسي عربي ودولي وتحت ضغط من الشارع الإسرائيلي، وهي تدرك أن قد يكون لها تغيير جذري في مخططاتها العسكرية. هدنة من هذا النوع لمدة 4 أيام قد تمتد إلى 10 أيام، سيكون من الصعب على التحضيرات العسكرية على الجيش الإسرائيلي أن يعيد عملياته العسكرية كما كانت ما قبل الحرب، وبالتالي هذا يضعف موقف إسرائيل في تبرير إعادة العمليات العسكرية على الشكل الذي كانت عليه. ربما تكون من مصلحة الإسرائيليين محاولة المناورات في التفاصيل، ولكن وجود جهود دبلوماسية عربية، هذه الوساطة الكبيرة التي تحدثنا عنها هي صمام الأمان، وقد تؤدي هذه الوساطة وهذه الإشراف المصري الكبير في كل التفاصيل قد يؤدي ويساعد أن يدفع الأمور باتجاه ربما وقف نهائي لهذه الحرب، لأن مصر كان موقفها منذ البداية واضح، هي كانت تضغط باتجاه أولا تلاشي الحرب، ثانيا وضع حد لهذه الحرب بشكل سريع، وبالتالي الأيام القادمة ستشهد أيضا دور أكبر لهذه الوساطة في الاتجاه الإيجابي. أنا آمل شخصيا أن بخلاف طبعا كل ما يصدر عن الناطقين العسكريين الإسرائيليين عن أجهزة الإعلام الإسرائيلية
وأجهزة الإعلام الإسرائيلية ثبت أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية الصحفية، هي تحولت بالكامل لأبواق دعاية حربية ترتبط في الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي ويلقنها محتوى التغطية الإعلامية وحدود التغطية الإعلامية، وهي تسير في هذا الاتجاه. لذلك كل ما يصدر عنهم يقول أننا سنعود إلى الحرب وسنستكمل مهام الحرب التي قمنا بالتخطيط لها، ولكن واضح لي أنا كمراقب ومحلل بأن إسرائيل قد أخفقت في كل الأهداف التي حددتها منذ بداية الحرب، سواء الأهداف الكبيرة بالقضاء على المقاومة في غزة، ونحن نرى الآن كيف أن الجانب الفلسطيني من الاتفاقية ينفذ الاتفاقية بدقة، حتى أنه قيل أن بعض المحتجزين الذين قامت المقاومة يوم أمس بإطلاق سراحهم في الجزء الأول في اليوم الأول من الصفقة، جزء منهم كان موجود في مناطق شمال غزة، يعني كانوا موجودين تحت الدبابات وتحت العمليات العسكرية الإسرائيلية دون أن تستطيع إسرائيل العلم بوجوده، واستطاعت المقاومة أن توصل المحتجزين إلى نقطة التسليم وأتمت الجانب المتعلق بها. إذن كيف يمكن لإسرائيل أن تبرر حرب من 50 يوم لم تستطع أن تؤثر على هذه السيطرة الميدانية للمقاومة؟ أيضا كل الإعلانات الإسرائيلية بأن إسرائيل تتبع القانون الدولي وتتبع الميثاق الإنساني فيما يتعلق بالحروب، كيف يمكن لإسرائيل أن تبرر هذا العدد الكبير من الشهداء؟ هناك حوالي 20,000 شهيد، ما بين شهداء تم الإعلان عنهم رسميا وما بين شهداء موجودون تحت الأنقاض. كل العالم يرى هذا العدد من الشهداء المدنيين الكبير، الجهة الوحيدة التي لا ترى، التي لا يوجد فيها ضحايا ولا قتلى فلسطينيين هي الإعلام الإسرائيلي. أنت تتابع الإعلام الإسرائيلي وكأن شيئا لا يحدث في غزة إطلاقا، التغطية هي فقط على الجانب الإسرائيلي والرواية الإسرائيلية من الحرب، وكأنه إسرائيل لم تقتل أحدا في غزة، وإسرائيل لم ترتكب ولو جريمة حرب صغيرة في غزة. إذن أنا بتقديري أنه بعيدا عن ما يصدر عن الجيش الإسرائيلي والصحافة الإسرائيلية والتي تؤكد أن الحرب ستستمر بعد الهدنة، هناك فرصة كبيرة إذا استمرت هذه الجهود الجبارة في العمل بانتظام وبحكمة أن نستطيع أن تكون هذه الساعات وهذه الأيام هي لنهاية لهذه الحرب الظالمة، لأن ضحاياها في النهاية في قطاع غزة أغلبهم من النساء والأطفال والأبرياء والمدنيين. هناك شيء آخر أيضا يحدث على في معبر رفح، وهو أن جزء من الاتفاق الذي وقع يتضمن دخول عدد معين من شاحنات المساعدات الإنسانية، دخول الوقود، دخول التجهيزات الطبية، وجزء كبير من هذه المساعدات 70-80% كما أعلن سيادة الرئيس السيسي هي تأتي من جمهورية مصر. مظبوط. من جمهورية مصر حكومة وشعبا. مظبوط. نحن نرى هذه الشاحنات الكبيرة تدخل، جزء منها يحمل عناوين الجهات التي قدمتها، أنا شاهدت بعض الشاحنات تحمل شعارات النادي الأهلي مثلا. إذن مصر كلها تقف مع الجانب الإنساني الداعم لهذه الجريمة التي تحصل في غزة، والمساعدات الإنسانية لها دور كبير في الحفاظ على الحياة. غزة وصلت في مرحلة من المراحل أن من لا يموت تحت القنابل الإسرائيلية قد يموت جوعا أو من خلال الأوبئة التي بدأت تنتشر في غزة نتيجة الظروف التي فرضتها ظروف الحرب والحصار وتدمير كل البنى التحتية الطبية في غزة.
أغلب مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة، جزء كبير من مستشفيات جنوب غزة تضررت تضررا كبيرا. هناك حوالي 1,600,000 مواطن فلسطيني قد هجروا بيوتهم من شمال غزة في اتجاه جنوب غزة. نصف شمال غزة قد دمر، لم يبقى به حجر على حجر. غزة شمال غزة الآن منطقة محروقة، جراوند زيرو. إلا أنه خلي عندكم ثقة يعني أرجوك. أولا أستاذ سامر أشكرك جدا على يعني هذا التحليل، أستاذ سامر السنجلاوي الباحث في الشؤون الإسرائيلية. خلي عندكم ثقة 100% أنه هو مصر مش هتسيب فلسطين على الإطلاق. خليني من النقطة دي بس أقول على حاجة مهمة جدا. مصر عملت إيه علشان نوصل لأربع أيام هدنة؟ خدها مني بقى، عايز تسميها تحليل، عايز تسميها معلومة، سميها زي ما تسميها. بس في لازم نفتح قوس مهم جدا، القناة 12 الإسرائيلية امبارح. القناة 12 الإسرائيلية كان قاعد فيها واحد راجل محلل من عندهم، وما كانش عنده معلومة واضحة حقيقية مفصلة. ده القناة 12 الإسرائيلي بمحلل من بتوعهم هم، وهو اللي بيقول اللي انا اقوله لك دلوقتي. ما عندوش معلومات، لا معلومات عن تبادل الأسر، ولا تفاصيل عن الهدنة، ولا الناس هتخرج منين وهيتم استقبالهم ازاي وفين. حتى انه قال نصا، وساعتها حط الشاشة بتاعت قناة القاهرة، قناة القاهرة بتاعتنا، القاهرة الإخبارية بتاعتنا، ملكنا إحنا، مصر، الحوافريت على رأي فؤاد المهندس، نحن ننتظر المعلومات عبر الإعلام المصري، لا الإسرائيليين ولا غير الإسرائيليين كان عندهم معلومة. يعني لا الإعلام الإسرائيلي ولا إعلام غير إسرائيلي، الناس ده كلامه، احنا منتظرين من المصريين يقولوا لنا التفاصيل ايه والخروج ازاي ومن فين لفين. حلو. هل بس القناة 12؟ انا بس بدأت لك بالقناة 12 عشان تبقى عارف انت كمواطن مصري، حضرتك كمواطن عربي، احنا فين وقدرتنا على إدارة المشهد واصلة الى اي مدى. قدرة مين؟ قدرة مصر ما بين قوسين العروبة. مصر قادت المشهد العربي كله. هذا ليس تفضلا، ده دورنا، ده واجبنا، واجبنا ناحية كل العرب، وواجبنا ناحية فلسطين كقضيتنا المركزية التي طالما وصفناها بقضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة. وكان لازم مصر تكمل في هذا الدور ولا تتركه على الإطلاق لسببين مهمين. أول سبب إن محدش غيرنا هيعرف يعمل كده. ولو كان حد غيرنا يعرف يعمل كده كان عمل. بس محدش. ليه؟ للأسباب السابق ذكرها في أول الحلقة، في حلقات كتير. هو أنت حجمك ومكانك وقيمتك ووضعك وجيوسياسيتك وإرثك وتاريخك وتراكم خبراتك بيحتم ذلك، إن محدش هيعرف يلعب الدور ده غيرك. محدش، مش أنا و محدش. ولو انت ما لعبتش الدور ده والله العظيم ثلاثة، لو الدنيا اتشقلبت رأسا على عقب ما كان هيحصل حاجة. كله بأمر ربنا سبحانه وتعالى، ده مما لا شك فيه أولا. بس من غير مصر مفيش. في نيتو. طيب السبب التاني، احساس مصر بانه تاني عشان اقول لك هذا ليس تفضلا، احساس مصر بانه ده واجبها ناحيه المنطقه. زي الاب في اسرته، هو ده واجبه، ده دوره،
ما ينفعش أبدا يتنصل. الأم دورها الأمومة شيء غريزي، دي مصر. الدفاع والحماية والإصرار ده الدور الأبوي، مصر على بلاطة. طيب هو يوسف القناة الـ 12، طب وسي ان ان كانت بتعمل ايه؟ سي ان ان عاملة نفس المشهد، بينقلوا عن شاشة قناة الإخبارية القاهرة الإخبارية المصرية. ده معناه ايه؟ هل ده معناه بس مكسب للإعلام المصري بشكل عام او مكسب للقاهرة الإخبارية بشكل خاص؟ ده مكسب ليك انت. القاهرة الإخبارية جزء من منظومة الإعلام المصري، الإعلام المصري جزء من منظومة الدولة كلها على بعضها. كلمة الدولة بالمناسبة هنا لا تعني إنه الدولة تمتلك القناة الفلانية، تمتلك اللي تمتلكه، مش دي القصة. كلمة دولة حتى لا يفاصلك فيها جاهل أو عارف بس متعمد يفاصلك، الدولة يعني كل ما تحويه الدولة، مؤسسات تطلع خاصة تطلع عامة تطلع باللازي، هي دي الدولة. زي كلمة النظام، تعرف يقعدوا يفهموك برا يقولك ايه العيال زي محمد ناصر والعيال بتاع معتز وشهادة السكرتة دول، فيجي يقولك اصل النظام، قال النظام في العلوم السياسية يعني طبقة الحكم والمعارضة، دي كلمة النظام، ده التعريف الدولي في السياسة. كلمة النظام كده، ريجيم يعني كده، مش معناها طبقة الحكم بس. فهنا بقى الدولة دي قوة مصر، يعني انت جزء من هذه القوة. طب هزيدك من الشعر بيت، بس انا هزيدك بقى من الشعر بيت طالما فتحنا في الكلام ده. كل مواطن في 105 ولا 110 مليون مواطن كان ليه دور عظيم في اللي حصل في فلسطين إيجابيا، يعني كل مواطن فينا ليه دور عظيم لعبه بشكل مباشر أو غير مباشر. طب غير مباشر إزاي؟ يعني أقول لك، هو مصر علشان تمتلك معايير قوة شاملة من ضمنها إيه؟ تسليحك. هو في دولة قوية من غير سلاح؟ هل في دولة قوية من غير علم؟ هل في دولة قوية من غير صحة؟ هل في دولة قوية من غير صحافة وإعلام قوي؟ هل دولة قوية؟ طب هو السلاح بتاعنا أنا وإنت ده، طيارات، حاملات الطائرات، الغواصات، الرشاشات، سمي كيفما شئت. هنا بقى على منظور الدولة، هي مش دي فلوس الدولة؟ يعني فلوسنا، ما احنا جزء من الدولة، صح؟ علشان ابقى بلد قوي يقول كلمته ويتعمل لها ألف حساب، لازم يبقى في عندي معايير القوة الشاملة كلها، وأولها إن القلب الصلب بتاع الدولة، القلب الصلب بتاع الدولة، هذا برضو المصطلح، كلمة القلب الصلب أي الجيوش. أنا هنا مش هاخدك بقى على تعبير آخر لا يوصف به إلا ثلاث أربع جيوش في العالم، ألا وهو حراس الأمة ومصر على أول القائمة، وده تقدر تلاقيه في الأدبيات الإنجليزية حدث ولا حرج في أي جامعة كبيرة، اسمه حراس الأمة. سأرجعك على القلب الصلب، القلب الصلب يجب أن يكون قلبا صلبا غير قابل للكسر ولا الشرخ ولا التفتيت، ويرعش أي حد حواليه، لأنه لو مش قوي محدش هيسمع كلامك قوي، يعني أو مش هيسمع كلامك خالص. فأنت كمواطن ساهمت بأن يبقى في عندك قلب صلب شديد البأس، فبيتعمل له ألف حساب، ألف حساب. هو أنت لو دولة ضعيفة كانوا الأمريكان هيعملوا لك حساب ليه؟ دولة ضعيفة بالمجمل، مش بس الجيش، دولة لا قدر الله، يعني لو دولة ضعيفة هيتعمل لك من الأمريكان حساب ليه؟ طب لو دولة ضعيفة الصهاينة هيعملوا لك حساب ليه؟ لو دولة ضعيفة
اي قوة اقليمية او غير اقليمية هتعمل لك 100 مليون حساب ليه؟ الدور اللي مصر لعبته في فلسطين هو جزء من مصطلحات مسافة السكة، او جزء من مفهوم مسافة السكة. ومسافة السكة في فلسطين ما كانتش بس مسافة السكة يعني اللي هي ايه، فلسطين على الحدود. مسافة السكة يعني انت قادر على انك انت تاخد القرار وتقره وتفعله ان شاء الله يا رب يبقى على بعد 2000-3000 كيلو. مفيش حد في المحيط بتاع البلد دي كلها يقرب لك ولا يقرب لك. يعني لو خدت قرار بمقاربة ما، احنا يا جماعة هنشتغل علشان نوصل لهدنة، وهنشتغل علشان خاطر نوصل مساعدات، وهنشتغل علشان ما فيش حاجة اسمها تهجير قسري للفلسطينيين، وهنشتغل علشان ما فيش حاجة اسمها تصفية قضية، ولسه هنشتغل في سيناريوهات مستقبلية لإقرار حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967. فلازم كل القوة، احنا أشقائنا زائد القوة الإقليمية المحيطة زائد عواصم صنع القرار في العالم، تبقى عاملة 30 مليون حساب ليك، وهم عاملين لك 30 مليون حساب. أدي واحد بس كده. لا، نزاهة الوساطة، وأنا قلتها لكم حتى من قبل الحرب الأخيرة دي، من قبل 7 أكتوبر، مصر هي الوسيط النزيه الوحيد في أي ملف في مصر بتخش فيه، النزيه في المطلق، نزيه في المطلق. يعني مثلا المساعدات، هو مصر دلوقتي بتوصل المساعدات بس لجنوب القطاع؟ مصر بتوصل المساعدات لأقصى شمال القطاع. اللي قدامك ده المساعدات والشاحنات المصرية اللي محمل عليها 85% من حضرتك وحضرتي وحضراتنا لحد أقصى شمال القطاع. دي مساعدات الشاحنات بتكمل لحد أقصى شمال قطاع غزة. قطاع غزة العرض 14 كيلو في طول حوالي 45 كيلو، الشاحنات المصرية واخدة 45 كيلو كلهم بالطول. دي قوة مصر، ودي إنسانية مصر، ودي نزاهة مصر، وده نبل مصر. السياسة عادة ما فيهاش نزاهة مطلقة. السياسة عادة ما فيهاش نزاهة مطلقة وما فيهاش نبل مطلق. فبطبيعة الحال العالم كله يلتفت للناس اللي بتلعب سياسة بنزاهة ونبل دي. يا جماعة هو انتوا ملايكة؟ لا والله احنا مش ملايكة، احنا بني ادمين، بس عندنا نزاهة وعندنا مبادئ وعندنا ثوابت. ثوابت مين؟ ثوابت يجي 12,000 سنة عمر هذا الوطن. بعض يقول لك 6,000 7,000 8,000. والله مانيتون السمنودي المؤرخ المصري الهام والعظيم بيقول تقريبا 12,000 سنة. دي مناقشة تانية في الإيجيبتولوجي. طيب أنا عندي يا سيدي نزاهة ونبل ومبادئ وثوابت 7,000 سنة اللي الناس بتتكلم عليهم، هو في حد أدي حتى في 7,000؟ هو في حد أدي؟ مفيش. مش هقولك بقى الغريب بل والأكثر غرابة، لا، اللافت للنظر إنه بلد تحافظ على ثوابتها 7,000 سنة، مش بس حدودها، ثوابتها، مبادئها، مبادئ هذا الوطن لم تتغير لا 7,000 ولا 8,000 ولا 12، هي هي. مش بس الحدود اللي احنا شايفينها قدامنا على الخريطة من ساعة ما العالم وعي، المبادئ. وده جزء من قوتك الحالية، ان انت قادر تشم نفسك وترفع راسك قدام الكل. زي واحد تافه طلع قالك عرفت دلوقتي الاوروبيين عاوزين
يحطوا لنا حزمه، يحطوا قال لك يحطوا لمصر حزمه ماليه ب 10 ولا مش عارف ايه مليار، واصل مش عارف البنك الصندوق النقد هيبعت 5 ولا 6 بس. فقال لك بس كده مخطط التهجير، مصر هتتنزل. مصر هتتنزل ب 10 ولا 15 ولا 20؟ هي مصر مش هتتنازل ولو بتريليون اصلا. بس يعني اذا افترضنا بقى ان انا راجل مش قد كده وعايز اخش في صفقات، اخش في صفقه 10 15 مليار، مصر ما بتغدرش ولا بتبيع خالص، مش 10 و15 فاصل عشان مش هينفع اقول اي حاجه اكتر من كده. فاصل ونكمل الكلام. طيب ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ قبل ما اقولك على المظاهرات هقولك انه تاني افتكر من يوم 7 اكتوبر لحد يوم 18 الموقف العالمي كان عامل ازاي. وعلشان كده بقولك انه الصحافة والاعلام المصري الحقيقة لعبوا دور مهم جدا في نقل صورة حقيقية عما يحدث، الانتهاكات والمذابح والمجازر اللي عملوها الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين. وأنا بكلمك يعني أو لحد النهاردة لازالت المظاهرات موجودة، مظاهرات المنددة بالمذابح الصهيونية لازالت موجودة في لندن، لازالت موجودة في أكتر من عاصمة، في أكتر من مدينة حول العالم. كويس؟ وديك شايف ده مشهد من المشاهد اللي كانت موجودة النهاردة على سبيل المثال. خليني هنا بقى أخد معانا على التليفون أستاذة منال لطفي الكتابة الصحفية الكبيرة ومدير مكتب الأهرام في لندن. أهلا بيك يا أستاذة منال. أهلا، مساء النور أستاذ يوسف والمشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك أستاذة منال. المظاهرات لازالت مستمرة على ما يبدو، سواء إذا كان في لندن أو في أكثر من مدينة حول العالم، أكثر من عاصمة. بتعتقدي لماذا تستمر المظاهرات وإلى متى سوف تستمر هذه المظاهرات المنددة بوحشية الاحتلال؟ أعتقد أنه ليس هناك مدى زمني لاستمرار المظاهرات، هناك تحالف شعبي في أوروبا قوي للغاية يساعد هذه المظاهرات على المواصلة. لدينا في بريطانيا تحالف وقوف الحرب، جمعية مسلمي بريطانيا، أصدقاء الأقصى، جزء من حزب العمال البريطاني، حركة مومنتوم، هذه كلها طبعا إضافة إلى أنه بريطانيا مثل باقي أوروبا بها كثير من المسلمين والعرب، وبالتالي هذا التحالف الشعبي متواصل، والخروج للشارع جزء منه رسالة مفادها أنه، وهذه الرسالة تؤكدها أيضا استطلاعات الرأي العام. هناك للأسف عدم ثقة لدى الرأي العام الأوروبي في قدرة السياسيين بالضرورة على الضغط على إسرائيل. مثلا من حوالي 10 سنين أو 15 سنة عندما كانت تغرس استطلاعات رأي في أوروبا حول قدرة الحكام على التأثير على إسرائيل، كانت نسبة من يعتقدون بالقدرة على التأثير أكبر من اليوم. اليوم هناك عدد أقل من الشارع الأوروبي يعتقد أنه مثلا إدارة هناك قدرة على الضغط على إسرائيل، أو إدارة تشولتس في ألمانيا قادرة على الضغط على إسرائيل. وبسبب عدم الثقة في قدرة النخب السياسية يخرج الشارع ضمن في نوع من التأثير على النخبة السياسية، وأيضا لإرسال رسالة لإسرائيل مفادها إن الشارع الأوروبي لا يريد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. وأعتقد أنه الموضوع الفلسطيني يجب أن يكون الآن على جدول أعمال السياسة الأوروبية، لأنه في آخر 10 سنين بالذات، وهذا خطأ اعترفت به دول أوروبية عديدة من بينها بريطانيا، خاصة عندما جاء وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون، كان لديه موقف لافت من هذه الأزمة، تصريحاته كانت أكثر تقدمية في رأيي من سبقوه في هذا المنصب بعد اندلاع الأزمة. أيضا في أسبانيا، رأينا في أسبانيا وبلجيكا في اليومين الماضيين كانت هناك تراشق كبير ما بين هذين البلدين وبين إسرائيل بسبب موقف أسبانيا وبلجيكا الداعم لمفاوضات سياسية وصولا لدولة فلسطينية. إذن هناك تغيرات لافتة ومهمة جدا في الشارع الأوروبي دعما لحل سياسي طويل المدى واستقرار يقوم على حل الدولتين. البعض كان بيعتقد أن المظاهرات من الممكن أن تهدأ أو تنحسر جدا في حال بدء الهدنة، لكن على ما يبدو أنه لا. ليه؟
بالتأكيد، لأنه الهدنة هناك أولاً تشكك في أن الهدنة سوف تكون وقف دائم لإطلاق النار، وهذا التشكك فيه محل بالتأكيد، لأنه ليست لدينا أي دلائل على أن إسرائيل ملتزمة بتحويل تلك الهدنة المؤقتة إلى وقف طويل المدى للنار لإطلاق النار. وبسبب هذا الشك، هذا الشكوك في الشارع الأوروبي، هناك رغبة في أن يكون الضغط متواصل. أيضا هناك تحول لافت، الرأي العام الأوروبي في استطلاعات رأي سابقة أيضا كانت نسبة كبيرة جدا، نسبة الأغلبية، يعني إذا سألت على سبيل المثال في بريطانيا قبل عدة سنوات وقلت هل أنت متعاطف مع إسرائيل أم مع فلسطين، في بريطانيا كانت 10% تقول أنها متعاطفة مع إسرائيل، 23% تقول أنها متعاطفة مع الفلسطينيين، ونسبة 19% تقول أنها محايدة، و 48% لا يعرفون، يعني لا يعرفون. نسبة من لا يعرفون في كل استطلاعات الرأي من السويد للدنمارك لفرنسا لإسبانيا، نسبة من لا يعرفون أي شيء عن هذه القضية تاريخيا في أوروبا للأسف على مدار 20 سنة الأخيرة، وهذا بسبب موت عملية السلام، هي النسبة الأغلب. يعني سوف يكون لديك هامش مؤيد لفلسطين وهامش مؤيد لإسرائيل، لكن الأغلبية العظمى البالك من الرأي العام الأوروبي لا يعرف. الحرب على غزة غيرت هذا، أعتقد أن هناك عدد متزايد من الرأي العام الأوروبي بذات من الشباب والبروغريسيف المتقدمين، يعني لديهم الآن معرفة أكثر بالقضية بسبب التغطية الإعلامية الواسعة وسائل التواصل الاجتماعي، هذا أيضا متغير لم يكن لدينا قبل 20 عاما مثلا، وبالتالي بسبب أنه عدد متزايد يعرف عن القضية المزيد من تفاصيلها والظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني، هناك أيضا تلك الرغبة في مواصلة الضغط وتحويل الوقف المؤقت لإطلاق النار لعملية سلام، لأنه أوروبا الشارع الأوروبي يتخوف من أنه بعد تسليم الرهائن سوف نعود من جديد للأعمال القتالية، وهذا سوف هذه بالنسبة لأوروبا أعتقد سوف تكون نكسة كبيرة في مسألة إحياء حل الدولتين، لأنه إسرائيل متعنتة ولن توافق على حل الدولتين إلا تحت ضغط دولي كبير جدا. أعتقد أنه بايدن يدرك هذا، وهناك بسبب الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي ربما هذا يدفع بايدن للضغط على إسرائيل أيضا لاستئناف عملية السلام. عظيم جدا. طيب سؤال أخير أستاذة منال، بتتوقعي أنه هذه المظاهرات وهذه الضغوط من الرأي العام على الأنظمة أو القيادات أو الحكومات الأوروبية من الممكن أن تستمر حتى الوصول في وقت من الأوقات إلى أنه يبقى في مفاوضات في وقت من الأوقات عندنا في منطقة الشرق الأوسط لحل الدولتين، ولا أنه البكائية الإسرائيلية لو صح التعبير من الممكن أن تؤتي بمفعول، يعني زي ما بالضبط نتنياهو بدأ يعمل مع بلجيكا ومع أسبانيا؟ هذا يتوقف على قدرة العالم العربي على الاستفادة من المومنتوم. يعني نحن الآن في لحظة، هناك هذه لأول مرة من سنوات طويلة هناك دفع نحو عملية السلام. يعني أعتقد أنه تصريحات رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز في أمام معبر رفح ورئيس الوزراء البلجيكي وقبل ذلك في بريطانيا، طبعا أهم في رأيي أول من تحدث عن هذا الرئيس الفرنسي ماكرون قبل 10 أيام قال لابد من حل الدولتين، لابد من وقف دائم لإطلاق النار. إذا هناك حراك في أوروبا وفي أمريكا الحزب الديمقراطي، هناك أصوات كثيرة الآن تضغط على بايدن. كان بايدن أمس كان يسير في الشارع والأصوات الناس تظهرت فري بلسطين فري بلسطين، يعني هو يدرك أن الضغط عليه من كل ناحية. على العالم العربي والإسلامي الاستفادة من تلك اللحظة، لأنه أعتقد أنه حل الدولتين يتقلص مع الوقت بسبب الاستيطان الإسرائيلي، وكل بيعرف أنه حل الدولتين كل يوم كل شهر بيمر بدون عملية سياسية حل الدولتين بيتقلص، وبالتالي هذه اللحظة فيها زخم. لكن هل يمكن الاستفادة من هذا الزخم؟ أنت لديك طيار لا يريد حل الدولتين ولا يريد مفاوضات سياسية، وطيار آخر يريد هذا، فنصبح في عملية شد حبل عبد أصابع من يستطيع أن يملي رؤيته. العالم العربي والإسلامي لديه أوراق إذا لعبها بشكل صحيح ربما يتم استئناف العملية السياسية، لكن هذا كما يقولون ما زال كله في مهب الريح، كل شيء مفتوح في تلك اللحظة. هذا يعتمد على قدرتنا احنا كعرب ومسلمين على تحريك القضية لمصلحة أمن المنطقة، لأنه لا أعتقد الشرق الأوسط سوف ينعم بالسلام وهذا واضح بحل الدولتين بدون دولة فلسطينية. صحيح. أنا بشكرك جدا أستاذة منال لطفي الكاتبة الصحفية الكبيرة ومدير مكتب الأهرام في لندن. طيب وإحنا بنتكلم على المظاهرات
وبنتكلم على فكرة الرأي العام بشكل رئيسي، لكن ما تقدرش تبتعد أبدا أبدا أنه أو ما تقدرش تبعد عن عقلك أنه أي مظاهرة في أي مكان كان قوامها الرئيسي دايما وقودها الرئيسي والحقيقي والطبيعي دائما هم الشباب، وبالتالي قدرة الشباب على التغيير هي القدرة الأوقع، حتى إن لم يكن يغير الآن بقراره. يعني ممكن يبقى الشباب النهاردة مش هم اللي في مواقع القيادة وتولي المهام الحكومية، سواء إذا كان في أوروبا ولا في أمريكا وما إلى ذلك، لكن بالتأكيد جاي جاي، دي طبيعة الأحوال، يعني المتوالية الزمنية بتقول كده. هنا بقى تشوف منتدى شباب العالم، وده برضو هيخليك تقعد تفكر في بداية إطلاق منتدى شباب العالم. اعقل الكلام وفكر بالراحة. منتدى شباب العالم أطلق أو بيطلق مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية، ثابت إنساني مبدأ، وده لحماية المدنيين في مناطق النزاع، فلسطين وغير فلسطين. معنا على التليفون سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم. أهلا بك يا سارة. أهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء النور. عايزين نعرف أكتر على مسألة شباب من أجل إحياء الإنسانية، وكما هو واضح إن إحنا بنتكلم على الإنسانية بشكل عام وحماية المدنيين في مناطق النزاع أيضا بشكل عام. مظبوط. المبادرة هي إيمانا من منتدى شباب العالم أن نشر السلام هو أعظم القيم الإنسانية على مدار التاريخ. المنتدى يمكن زي ما حضرتك قلت هو الشباب قايم على اجتماع الشباب أنه يغير الواقع، خاصة الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي واللي احنا رافضينه، الواقع اللي بيبقى فيه عدم حماية كاملة لحقوق المدنيين خاصة وقت الحروب. القيم الإنسانية إحنا بعاد عنها دلوقتي، فبالتالي أطلقنا مبادرة اسمها شباب من أجل إحياء الإنسانية، بندعو فيها كل محبي السلام، كل محبي القيم الإنسانية إنهم يجتمعوا في أرض السلام شرم الشيخ. ويمكن حتى تنفيذ المبادرة ده هيبقى مختلف عن النسخ اللي فاتت من منتدى شباب العالم. هي مبادرة استثنائية على مدار 3 أيام، هتبقى بتركز على نقاش وورش عمل للقضايا اللي ليها علاقة بالسلم والأمن الدوليين، توحيد الموقف العالمي تجاه حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية وقت الحروب، ودي حق أصيل للمدنيين، وإزاي العالم يجتمع ويتحد يبقى ضد العنف وضد القيم المناسية للإنسانية من عداء أو من كراهية أو من تمييز ضد لون أو ضد عرق معين. كل ده احنا ضده، وعشان كده اطلقنا المبادرة دي في وقت طارئ زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، عشان نقدر نوحد رؤى شباب العالم خاصة تحت منصة السلام. عظيم جدا. طيب يعني انتم عمليا هتشتغلوا على ده بشكل عام، وده احنا متفقين عليه، لكن ايضا ويمكن اللي انا فهمته من كلامك انه ما يحدث الان في هذه اللحظات الراهنه اللي هي شديده الاهميه والمفصليه ايضا، اذا فالموضوع الفلسطيني هيستحوذ على جانب كبير من مناقشاتكم. هو الموضوع الفلسطيني طبعا عشان هو دلوقتي العالم كله بيتفرج على اللي بيحصل في فلسطين، بس كمان بالنسبة للصراعات والحروب بشكل عام لازم يبقى فيه حماية كاملة للمدنيين، خاصة ان ما ينفعش، يعني حتى الحروب بيتقال دايما حتى الحروب بيبقى ليها قواعد، ويمكن اللي احنا بنشوفه من ازدواج المعايير في تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الانسان بشكل عام، ده يعني شفنا ان احنا ما نقدرش نقدر نفضل فاكرين اكتر من كده، وخاصة احنا عايزين نركز ان ما فيش صراعات بيبقى ليها اساس ديني، لان دايما الدين قايم على التسامح والتعايش، كل الاديان السماويه قايمه على ده. فيمكن هي المبادره قايمه على ان احنا نتحد من اجل الانسانيه ومن اجل عالم بشكل افضل من اللي احنا عايشينه دلوقتي. دي الرساله الاساسيه، اعلاء السلام وتشكيل العالم برأي مختلف او بنظره مختلفه عن النظره اللي احنا عايشينها دلوقتي بكلها، يمكن
مش عايزه اقول سواد، ولكن هي اكيد في امل، اكيد في امل طبعا. ان الانسانيه تتحد، اكيد في امل ان 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 البشريه كلها تشوف وتعرف تندد باي حاجه غلط احنا بنشوفها ونقدر ان احنا نصلحها في المستقبل. صحيح. انا بشكرك جدا ساره بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم. بعد الفاصل مهم جدا 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 ان احنا نتكلم عن العمل الاهلي والتنموي، ولكن عايزين نتكلم في داء الحقيقه مع الدكتور محمد ممدوح صديقي اولا العزيز ورئيس مجلس الشباب، خد بالك بقى، رئيس مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. استنونا لو سمحتوا. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه بخير. انا مش عايز اطول عليك قوي. شوف، في دول كتير في العالم بتعمل جسور الحرب، يعني ايه كده؟ زي ما حصل ايام ما كنا بنحارب الصهاينه في 73، فالامريكان عملوا جسر جوي لمساعده اسرائيل. وفي دول زي حالتنا بتعمل جسور للاغاثه مش للحرب. هنا بقى بتيجي الفوارق. ال- 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 التحالف الوطني الحقيقه أقدر أقول لك إنه عمل ما تستطيع أن تصفه بدقة، ملحمة. فأكبر مهمة إغاثية مباشرة حصلت. خلوني هنا بقى أجدد الترحيب، لأن كنت لسه برحب قبل الفصل على طول، بالدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. يعني أنت النهاردة تبتدي أكثر من قبعة، يعني وكلهم النهاردة ليهم علاقة بنفس الملف. صحيح. بكل تأكيد زي ما حضرتك قلت في المقدمة، ما قام به أبطال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هي ملحمة تاريخية في تاريخ الإغاثة الإنسانية. لم يكن أحد يتوقع أن تقوم دولة في مثل ظروف الدولة المصرية، أزمة اقتصادية موجودة بتضرب المنطقة بل بتضرب العالم كله، ناس بتشتكي فروق سعر صرف، عندك أزمات كبيرة، ولكن لما فلسطين نادت رئيس الجمهورية وجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنظمات المجتمع المدني، كلمة مسافة السكة بانت ترجمتها على الأرض. اللي قام بيه أبطال التحالف منذ 7 أكتوبر حتى اليوم هي ملحمة في تاريخ الإغاثة الإنسانية ستكتب بحروف من نور. اللي احنا شفناه في خلال ساعات قليلة، أحجام الشاحنات اللي تم تجهيزها، جبتوا الكلام ده منين؟ جماعة ناس بتشتكي، ناس بتقول إن مفيش. الكلام ده جه إمتى وجه إزاي وجه منين؟ والناس دي قدرت تساعد بده إزاي؟ دي الملحمة في حد ذاتها. الناس اللي خرجت في الشوارع عشان خاطر تساند القضية كان قصة عظيمة. أبطال مرابطون حتى الإغاثة اللي كانوا موجودين على المعبر وكانوا صورة مشرفة للشباب المصري. أنطونيو جويتريتش الأمين العام للأمم المتحدة لما اتكلم معهم وعرف حقيقة الوضع بعد ما كان واخد موقف هنقول نرايح ناحية تانية شوية، الموضوع انقلب 180 درجة وأصبح مع ملف وصول المساعدات الإنسانية لداخل القطاع. 2,300,000 مدني داخل قطاع غزة بيدعوا للمصريين باللي قدروا ان هم يكونوا موجودين معاهم خلال 49 يوم السابقين. شفنا تفاصيل كتير، كواليس كتير، اعتقد اللي قامت بيه الدولة المصرية تستحق معها بكل تأكيد كلمة الشقيقة الكبرى. اثبتنا ان كلمة مصر الكبيرة وام الدنيا مش شعارات واغاني وكلام على الفاضي. مش اي حد النهاردة يقدر يقول انا كبير المنطقة. كبير العيلة هو اللي بيدفع الفاتورة. كبير العيلة بيبان وقت الأزمة مش وقت الفرح. ناس كتير ممكن النهاردة تظهر معاك في وقت فرحك، لكن عز الأزمة ولما يطلب منك إنك تدفع فاتورة أو ضريبة، مصر الوحيدة في المنطقة القادرة على دفع الفاتورة والضريبة نيابة عن المنطقة. مصر الوحيدة القادرة على فرض سلطانها على القطاع، ليس فقط مع الصديق ولكن أيضا مع العدو. صحيح. وجود كمان عائلات الأسرى اللي خرجت في تل أبيب قدام السفارة المصرية بيطالبوا بتدخل الدولة المصرية إنها عشان تفرج وتتوسط لدى حماس للإفراج عن الأسرى الموجودين لديها من إسرائيليين، كان شهادة في حق الدولة المصرية أنها قادرة
على بسط سلطانها حتى يثق فيك العدو قبل الصديق. إسماعيل هنية لما يتحدث عن الدور المصري وثقتهم في إدارة مصر لهذا الملف وعدم السماح بتدخل أي دولة أخرى باستثناء الدولة المصرية، أعتقد دي برضو شهادة أخرى في حق الدولة المصرية. العالم كله اللي كان بيتكلم عن مصر ودورها الأيام الماضية أثبتت أن الدولة المصرية انتصرت للشرف في زمن عز فيه الشرف. طيب خليني هنا بقى اخدك على نقطة مهمة، عشان انت قلت وحتى اللحظة الأخيرة احنا وصلنا مساعدات لحد شمال غزة، حد شمال غزة، ومحدش كان يتوقع انك ممكن تعدي خان يونس مش توصل لحد الشمال. انت قطعت ال 45 كيلو طول لحد النهاية، وصلت عندي 61 شاحنة موجودين دلوقتي هناك، ودي اعتقد كانت تجربة جديدة محدش كان من يتوقعها، لأن القصف ماشي من الشمال للجنوب، هو بيعمل تهجير وإقصاء بيزقهم ناحية الحدود عندك عشان يحطك في حالة المواجهة. هل هيقف النهاردة الفلسطينيين أمام المعبر وهتحصل حالة من التصادم؟ هل النهاردة محاولة لإنفاذ سيناريو التهجير القسري وإجبار الدولة المصرية على استقبال المهجرين قسريا وال محاولون للنجاة بأرواحهم من القصف الإسرائيلي؟ دي كانت التجربة اللي كان بيحاول السلطات الاحتلال أنها تنفذها، ولكن حنكة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الملف وقدرتها على التعاطي مع كافة الأطراف وفرض سلطانها، لما رئيس أكبر دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية يحاول أن هو يمشي سيناريو والدولة المصرية تتدخل وتدوس في الجزء ده، أعتقد الموضوع كان مختلف. اللي احنا شفناه كان تجربة عظيمة بكل ما يمكن أن تحمله الكلمة من معاني. شفنا تجربة قامت بها الدولة المصرية بكل مؤسساتها، عندك النهاردة الجهاز الحكومي، مؤسسات الدولة قامت بدور، القطاع الخاص، العمل الأهلي، المثلث اكتمل. شفنا تجربة تستحق أن تسجل بحروف من نور في كتب التاريخ. شفنا تجارب مهمة جدا، شفنا أجزاء عظيمة، تفاصيل شباب قعدوا بالأسابيع ممكن ما يشوفوش أسرهم وأهليهم. شفنا شباب موجودة في المحافظات بتجمع تبرعات، تبرع بالدم، بتنظم القوافل. شفنا ناس، ده مهم بقى لأنه المشهد مش بس اللي عند المعبر خالص، يعني الشبان مش بس اللي عند المعبر خالص، ده احنا بنتكلم على عشرات الآلاف في 27 محافظة، مئات الآلاف كمان مش عشرات الآلاف. التحالف الوطني اللي عمل الأهلي التنموي يمتلك ذخيرة حية قوامها 251 ألف متطوع. أعتقد تجربة عظيمة كانت موجودة، وشباب قدر يقدم بالفعل ملحمة تاريخية. شبابنا كانوا زي الفل، شبابنا أثبتوا أن الشباب المصري واعي، ليس كما كان يقال عليهم أو محاولة تسفيه دورهم، تسفيه أحلامهم وطموحاتهم، أن هؤلاء الشباب إذا كانت هناك أزمة لن يستطيعوا الصمود أو التعاطي مع الدولة المصرية. شبابنا كانوا رجالة قوي، ورجالة على قدر المسؤولية، شباب وبنات زي الورد يفرحوا، كانوا موجودين في كل المحافظات، مش هقول لك بس النهاردة اللي موجودين عند المعبر أو اللي موجودين هنا، صور كتير موجودة محتاجة أن احنا نتكلم فيها وندي الشباب دول حقهم، لأن كتير كان بيهاجم الشباب دول على مدار سنوات أن انتوا مش هتقدروا أن انتوا تصمدوا، ده شباب خامل، ده مش مهتم، ده ملوش، مش عارف جدا جدا. والله العظيم يعني اعتقد اللي عاش الكواليس جوه واللي شاف شباب النهارده موظفين بنوك، شباب محامين، شباب اطباء، مهندسين قدروا كانوا بيشتغلوا شيالين وسواقين، وتلاقي منهم النهارده اللي بيجيب الكرتونه ويعبي ويشيل على كتفه، وهناك عند المعبر الحاجه اللي بتقع عشان خاطر تبدا تحطها تاني، لا هم اللي بيعبوا، و شاطرين قوي في كيف يمكن استغلال التعنت من سلطات الاحتلال في عملية ادخال المساعدات. 49 يوم دول شافوا تفاصيل كتير، ان في عربيات بتروح وبترجع عشان خاطر اصل التعبئة مش على هوانا، اصل السواق معاه الصافة، اصل السواق معاه مقص، ودي تعتبر آلة حادة، حاجات كتير وتلاكيك، لا العربية الشحنة بتاعتها مش هينفع تدخل كده. انت كنت بتعبي العربيات بطريقة الشاحنة الواحدة تاخد بمقام عربيتين ثلاثة، ليه؟ عشان انت مش ضامن هيسمح بدخول العربية التانية امتى، فانت بتحاول انك تضغط على نفسك. ده برضو على ذكر انه
تلاقي كذا حد يقول لك ايه ده اصل مصر مش عايزه تدخل المساعدات وقافله المعبر. عظيم جدا، كويس انك اثرت النقطه دي. كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبر رفح لم يغلق دقيقه واحده منذ 7 أكتوبر حتى الان. مصر لم تقم باغلاق الجانب من المعبر المصري باي حال من الاحوال. ولكن عايزين نرجع شويه، مين اللي ليه سلطه الولايه على المعبر؟ انا اتحكم في ارضي، في الحته بتاعتي، المعبر بتاعي، الجانب بتاعي، لكن الجانب الاخر يخضع لاتفاقيه المعابر الموقعه من السلطه الفلسطينيه، سلطات الاحتلال، المبعوث الامريكي عام 2005. مش جديده، هي اللي ليها السلطه الناحيه الثانيه. من الاخر هم اللي معاهم المفتاح. العربيات بتدخل من معبر رفح، تمشي 50 كيلو لحد منفذ العوجه، تعدي معبر سانتانا، في لجنه ثلاثيه هي اللي بتشوف. سلطات الاحتلال هي من تسيطر على المعبر بشكل كامل، الجمارك الاسرائيليه هي اللي بتسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني. اتفاقيه دوليه، صح. انا ما اقدرش ان انا اخترقها. عندي في نفس الوقت بقى التفاصيل الاهم. هذا الطريق 50 كيلو كان بيتم قصفهم على مدار الساعه، طريق غير ممهد لمرور الماره مش الشاحنات. تخيل شاحنات محمله بالاف الاطنان ماشية على طريق لا يصلح للسير عشان خاطر تمنع انك توصل المساعدات. تعنت في عملية التفتيش، تعنت في اجراءات وتعطيل واطالة الامد عشان خاطر ما تسمحش بدخول العربيات. فكرة ضبط النفس المصري، ضبط النفس من الشباب والسائقين والمشاركين في عملية الاغاثة، ملحمة محدش يقدر يتخيل تفاصيلها الا عشها. فانت بتتكلم مع الموضوع كمان، انت كنت بتوصل المعونات لفين؟ يعني مين اللي بيستلم منك المعونات؟ ودي نقطه مهمه برضو محتاجين ناكد عليها. التحالف الوطني اللي عمل الاهلي التنموي، الهلال الاحمر المصري، لا يقوم بتسليم المساعدات الا لجهتين، الاونروا والهلال الاحمر الفلسطيني، حتى لا يتم اتهامه باي حال من الاحوال ان هو بيدعم جانب على حساب الاخر. انا ماليش دعوه، انا بسلم للجهات المعتمدة والمعنية، وهم المسؤولين عن توصيل هذه المساعدات لمستحقيها داخل القطاع. ودي كانت نقطة مهمة. تفاصيل كتير في الملف، كل ما بنبدأ نتكلم هتلاقي فيه تفصيلة جديدة بتظهر. لما كانوا بيقولوا ان المعبر مقفول، ودي تجربة مهمة عملها التحالف الوطني ومجلس الشعب المصري على وجه التحديد، مجموعة من اليوتيوبرز اللي من دول عربية مش هنتكلم عليها كانوا بيتكلموا على مطالبة الدولة المصرية بفتح المعبر وإن المعابر مقفولة وإحنا بنجمع مساعدات وساعدونا إن إحنا نوصلها. حلو عظيم. تواصلنا مع عدد من المؤسسات الدولية العاملة في قطاع الإغاثة واللي ليها سمعة طيبة. مسلمون حول العالم، آش وغيرهم وغيرهم، METW Project. طب تعالوا يا جماعة، أنتوا بتشتغلوا في ملف الإغاثة، تعالوا تشاركوا معنا في الحملة. جبناهم وعدوا معنا مجموعة من الشاحنات. اللي كان بيقول ان المعبر مقفول جه هنا على ارض الدوله المصريه، شاف بعينه. لا ده مش شاف بس، ده حضر مراحل التجهيز ومراحل التوصيل. اصبح من كان ينتقد راى بام عينه ما حدث. مش بس كده، خلينا يشوف الهلال الاحمر الفلسطيني والاونروا وهم ناشرين على صفحاتهم صور المساعدات وهي في الجانب الاخر. عرف ووعى، قدر ان هو يكون خير وسفير لعمليه الاغاثه. تفاصيل جديده وكانت مهمه جدا احنا شفناها. ازاي انك تكون على قدر من التواصل مع وزاره الصحه الفلسطينيه، الجهات داخل القطاع، حتى تعلم ما هي الاحتياجات ذات الاولويه في الوصول. ما انت مش بتودي اي حاجه، انت لازم تبقى عارف هم محتاجين ايه حالا. هم محتاجين كل حاجه، بس ايه؟ تحط اولويات. اولويات، ومش بس كده، الأولويات لما يمكن السماح بمروره من سلطات الاحتلال، لأنه كده كده في تعنت. أنت كنت عايز توصل إن إيه الحالي اللي ممكن توديه ويعدي من عند إخواننا البعدة. دي كانت نقطة مهمة جدا جدا، واللي قدروا شبابنا إن هم يتعاطوا معها. نموذج آخر قاموا بيه شبابنا، مش بس المساعدات اللي وصلت، هو ده الدور اللي كنا بنقوم بيه، التوثيق وتسجيل الانتهاكات التي تمت على مدار 49 يوم حتى يتم إعداد ملف قوي للملاحقة الجنائية لكل من تورط في سفك دماء المدنيين. هتشتغلوا على ده؟ طبعا احنا اشتغلنا على ده بالفعل، لأن قلنا
مش انا هنا مالتي هاتس كمجلس شباب مصري ولا كمجلس الشباب المصري وكمجلس قومي لحقوق الانسان وكتحالف وطني وتحالف. الميزه في هذه التجربه انها اثبتت لحمه الدوله المصريه، كيف ان الدوله المصريه لا تعمل في جزر منعزله، كيف تقوم كافه مؤسسات الدوله بالتنسيق كل جهه مع الجهه المعنيه حتى يخرج الملف بافضل صوره ممكنه. اللي انت بتتكلم عليه ان محدش عايز ياخد اللقطه، مش فارق معايا مين بيعمل ايه، الفارق معايا ان الدوله المصريه صورتها في هذا الملف تكون على قدر المتوقع. ناس كتير اكتر من 2,300,000 حلمهم كان معلق في رقبه الدوله المصريه. صح. طفل الفلسطيني عبد الله كحيل ده ما حدش حفظه، لما بيتكلم خلوا المصريين خلوا المصريين يطيبوا رجلي، ما حدش قال له النهارده يقول الكلمه دي، ما قالش حد، ما قالش الامريكان، ده عفوي الطفل، ده طفل النهارده وبتاع رجليه كان هتتعرض للبتر، هو لقى ان ما حدش هينفع يغيثه، ده مين محفظه ولا مين اللي قايل له في الظرف اللي هو فيه، بيطالب المصريين ما طالبش حد تاني. الفيلم اللي تم عرضه امام السيد الرئيس في الفعالية الكبرى اللي كانت اطلاق اكبر كم من الشاحنات اعتقد في تاريخ العمل الانساني، ده كانت اعتقد دي كانت تجربة عظيمة جدا. الفيلم مش مجرد رقم، المخرج اسمه محمد المصري وهو هو فلسطيني، بيتكلموا حتى عن مصر، يعني اللي بيتكلم قال لك بعد ما تخلص الاحداث اخته بتطلب منه انها تيجي تزور مصر زيارة بسيطة. الناس حلمهم متعلق في مصر، مصر كبيرة العرب وكبيرة المنطقة، مش مجرد كلام ولا مجرد شوية شعارات، ومش تكبر ومش عنجهية، ويعني اللي قادر يدفع الفاتورة زي يجي يتفضل مكان يقول له على طبق من فضة، أنا اللي بتحمل الفاتورة. لما نقول إن الدولة المصرية أنا آسف يعني اللي هي لسه بتشد حيلها وعندها أزمات اقتصادية تقدر إنها توفر ما يزيد عن 75% من إجمالي المساعدات التي تم تقديمها لداخل القطاع، لا ده مش كلام. 75% دي وانت بتتواضع دلوقتي، 75% وبقول كده يعني على الرايق، لكن الموضوع اكبر من كده، بس ماشيه 75% من اللي دخل كان النهارده من المصريين، عشان في ناس كانت بتطلع تقول لك مصر قدمت ايه. انا اعرف دوله نفطيه موجوده لما مصر كانت مقدمه في الفتره حوالي 7000 طن كانت مقدمه 33 طن، الارقام ما بتكذبش. الله اعلم بالظروف، ربنا يعينهم على الاقل هم فيه. قيس على كده النهارده حاجات كتير موجوده، يعني الموضوع مش مجرد كلام، اللي يقدر يعمل بينفس، ولغه الارقام هي اللغه الوحيده التي لا تكذب في العالم. تبان امتى؟ تبان النهارده عند التنفيذ، واللي بيستلم انا اسف يعني مش حد عندي صاحبي ولا حبيبي، دي الاونروا والهلال الاحمر الفلسطيني. اعتقد الارقام معلنه عشان خاطر اللي بيصرف على شويه اعلانات على منصات التواصل الاجتماعي عشان ياخد دور مش دوره، يعرف ان الحقيقة ليها اكتر من 1,000 عين هيخلوها تبان، ودي كانت النقطة المهمة. بس صححني برضو، يعني انا اظن انه العالم كله شاف الدور الانساني والاغاثي المصري، شاف الدور السياسي المصري، شاف الدور الامني والمعلوماتي والمؤسسي المصري، والكل وهو شايف، هو كان من البداية عارف انه مفيش حد هيعرف يلعب الدور ده غير القاهرة. بكل تأكيد لما احنا نشوف رفح، شمال سيناء، العريش اللي كانت منذ سنوات يتم تصديرها للعالم انها كتلة من اللهب، هذه المنطقة التي يقف فيها الامين العام للأمم المتحدة بكل امان وطمأنينة امام معبر رفح، دي رسالة. وحوالي الشبان وحوالي اهالينا من سينا وكبار القبائل والعائلة، يعني دول النهارده احنا مش جايبين له النهارده، يعني انا اسف في دول تانية عشان الراجل ده يقف محتاج له 70,000 دبابه، هيتجاب له جيش حواليه حل عليه. لما يجي امبارح رئيس الوزراء الاسباني والبلجيكي يبقوا موجودين في نفس المكان ويقولوا الخطاب بتاعهم، يا جماعه دي سينا، ده رافع اللي كنتوا بتتكلموا عليه، ده المعبر اللي بتتكلموا عليه، وانتوا واقفين في وسط مين؟ في وسط شباب مصر، عادي وطبيعي جدا من مؤسسات مجتمع مدني اللي واقفين قدامكم، دول مش عساكر وضباط، دول شباب وبنات زي الفل وزي الورد من كل حته في مصر، ما حدش منهم النهارده تلفظ ولو قدر حتى يخرج بمظهر يخالف ما يمكن ان يمس بالصوره المصريه. كله على قدر المسؤوليه،
ضبط النفس في عز الأزمة. شباب قعدوا 18 يوم موجودين في الصحراء في عز الرملة موجودين، والحر كان بياكل رأسهم الصبح والهواء بالليل والتراب. حدش منهم قال لك لا أنا عايز أروح، قال لك مرابطونا حتى الإغاثة، عايزين العالم يسمعهم ويشوفهم. اللي احنا بنشوفه ده النهاردة نتاج فطورة كبيرة قدرنا ان احنا نقوم بيها. اعتقد تفاصيل يعني لو قعدنا نحكي فيها محتاجين 20,000 حلقة، لان كل يوم في تفاصيل كتير. بس انتم موثقين كل ده؟ احنا مش موثقينه، ده احنا كاتبينه اعتقد في 90 طريقة عشان خاطر نحفظه للي بعدنا، لان احنا بنحلم بحاجة. ما حدث مش مكرر رقم، ولكن انا اتحدث عن ملحمة انسانية يجب ان توثق في ذاكرة الانسانية. لان ما يحدث النهارده هي مش مجرد ارقام. لما يبقى عندي 15,000 شهيد موجودين، وعندي اكثر من 30,000 جريح، وعندي اكثر من 280,000 منزل تم قصفهم، منهم 80,000 لا يصلحوا للحياه مره اخرى، شفنا مدارس وشفنا مستشفيات وشفنا اماكن من المحميه بموجب احكام القانون الدولي، حدث لها ما لا يمكن احد ان يتخيل ان يحدث عام 2023. كارثه. اللي جاي أهم وأصعب، عملية إعادة الإعمار أعتقد هتحتاج دور أكبر للقاهرة. القاهرة اللي قدرت تمشي كلمتها وتوقف الهدنة، الناس كتير مستنية دورها المرحلة الجاية هيبقى عامل إزاي. والله القاهرة اللي أغاثت، القاهرة اللي مشت كلامها، القاهرة اللي بتنقذ الشعب الفلسطيني، القاهرة اللي أنقذت القضية من الضياع، القاهرة اللي هتجيب حل الدولتين. أم الدنيا سبحانه، أم الدنيا وقد الدنيا وكل الدنيا أكيد. وفي حد غيرنا ولا إيه؟ والله يعني الموضوع على عينك تاجة، مش هنخبي حاجة. هنتهم بالشوفينية يعني الشديدة. أنا عايز أشكرك جدا على وجودك النهاردة. ربنا يخليك يا رب، نورتني وشرفتني وأخرتك. إحنا بتوع الليل وآخره، آخر برنامج بيقفل في جمهورية مصر يا باشا العربية. إحنا نجيلك على عينينا. ربنا يخليك يا رب، نورت وشرفت كما جرت العادة. كل الشكر للدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. الحقيقة ركز وأوجز فأنجز، وحاولنا نسيطر على يعني إيه المتمرد اللي جواه قدر الاستطاع، بتلميحات كده على الطاير بس في محلها برضو. خلصت الحلقة لحد كده، وثواني هيكون موجود معاكم حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما إحنا لو كلنا العمر فهنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.